مريت في مرحلة مرضية وتعبت شوية يعني وعكة صحية بس شوي وعكة ثقيلة، فاضطريت اني ما اقدر اقدم، اضطريت اروح للعلاج اكمل علاجي بلندن. اشكر جميع اللي اتصلوا فيني الحقيقة من الجماهير وتطمنوا على صحتي ومن الاعمار. أنا أمنيتي شوف الكويت دولة عطاء، أرض مبروكة، يعني الكل سعيد فيها، الكل يحس بأمان وراحة بال. فنتمنى من شبابنا أن يحافظون على هالأرض ويكونون أمينين ولاهم يكون للأرض، كويت وبس، كويت وحكامنا وبس.